هذا في إطار يعني تتبع للخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش الذي ركز جلالة الملك نصره الله على يعني إدخال بعض الإصلاحات على مدونة الأسرة حتى تكتمل يعني الحقوق المشروعة للمرأة، ويتم تنزيل يعني المؤسسات والقوانين بطريقة صحيحة. فارتاى حزب الحركة الشعبية أن ينظم هذه الندوة للنقاش وللإصغاء إلى المختصين، حتى نتمكن من مواكبة هذا الورش الإصلاحي الكبير الذي أقره جلالة الملك، ونصل إن شاء الله إلى مستوى يضمن للمرأة الحقوق الكاملة ويضمن تنزيل ما هو مقرر داخل الدستور الذي يعطي يعني للمرأة حق المساواة وحقوق أخرى التي تهمها. وأردنا أن يكون يعني هذا العمل يعني عمل تشاركي، لأن الأسرة مدونة الأسرة لا تهم الرجل أو المرأة فحسب، لكن تهم الاثنين وكذلك يعني حقوق الأطفال. ولهذا الحمد لله نحن لنا في الحزب يعني أمل أن نخرج من هذه الندوة بتوصيات أو يعني مقترحات التي يمكن أن تغني العمل في هذا المجال. غيث الحاتمي من المجلس الوطني للحركة الشعبية، اليوم تنظم واحد الندوة على مدونة الأسرة هذا حسب توجيهات ديال صاحب الجلالة نصره الله، اللي بين بأنه هناك ثغرات واختلالات في مدونة الأسرة، والأسرة جات باش تحمي الأسرة ككل وباش تعطيها واحد الاستقرار سواء للطفل ولا المرأة. ولكن في التطبيق وجدنا بأنه كانت هناك ثغرات، وحنا هنا في هذه الندوة غادي نحاولوا نشوفوا هذه الثغرات ونحاولوا نشوفوا الإمكانية ديال الإصلاح اللي كاين باش تكون أحسن وتعطي واحد الاستقرار أكبر للعائلات. أهم المكتسبات اللي عاشتها الأسرة المغربية، امرأة رجل وأبناء كذلك مدونات الأسرة اللي حلت محل مدونات الأحوال الشخصية، واللي كان فحينها لازم ما يتعاد النظر بناء على القضايا اللي كانت مطروحة آنذاك وبناء على دستور 2011 وبناء كذلك على 18 سنة من التعامل مع مدونة الأسرة، واللي من خلال هذا التعامل بان على أنه لابد من قراءة من جديد وإعادة النظر لاعتبارات عدة، عدد القضايا المرفوعة في المحاكم إلى غير ذلك من يعني الإشكالات. إذن ارتأى حزب الحركة الشعبية أن يعقد هذا الندوة لتسليط الأضواء، ولسببين طبعا الأساس هو الخطاب الملكي السامي الأخير اللي أدعى كل القوى الحية في البلاد للمساهمة بآرائها في هذا الموضوع بعيدا عن المزايدات، وألا نحلل ما حرمه الله. إذا انطلاقا من كل هذا تنعمل اليوم أولا في ومن خلال هذا الندوة على تعبئة اللجنة المتعلقة والمكلفة بالأرضية السياسية تحضير المؤتمر 14، إذن للعمل على هذا الموضوع وإعداد ورقة والأخذ بالتوصيات اللي غادي يسفروا على هذا الندوة. كذلك في الفريقين الحركيين بمجلسي البرلمان نحن في حاجة كذلك لتسليط الضوء وللاقتراب من أحسن وأهم التعديلات اللي يمكن الفريقين يعملوا عليهم على مستوى البرلمان. الحمد لله المغرب يتقدم بخطى حثيثة في إيجاد حلول للمشاكل المجتمعية عبر نقاش وحوار طبعا المواطن مسؤول ومجتمعي. المشاركة في هذا اليوم الدراسي اللي كينظموا الإخوة في الحركة الشعبية، وأكيد أننا اليوم في المغرب محتاجين نقاش مجتمعي حول الأسرة،
ماشي فقط من الزاوية القانونية ولكن كذلك من زاوية تقييم السياسة العمومية والبرامج موجهة للأسرة في المغرب، لأننا بصدد مؤسسة اجتماعية بامتياز، بصدد المحض الأساسي في التنشئة الاجتماعية، وبالتالي هذا الموضوع وهذا يعني هذه الوحدة الأساسية في المجتمع تستحق أن يفتح نقاش عمومي بشأنها. والزاوية القانونية كذلك هي زاوية مهمة. مدونة الأسرة المغرب صنع في 2004 يعني نموذجه في تعديل مدونة الأسرة من خلال التوجيهات الملكية السامية اللي اعطات نص قانوني حظى بالإجماع. وطبعا كتعرفوا في التاريخ ديال مدونة اللي كانت كتسمى الأحوال الشخصية، أول تعديل غادي يتم يعني بشكل رسمي هو في 93، رغم أنه من 57 إلى طيلة عقود كانت بعض الأحيان هناك بعض الملاحظات. إذن احنا بصدد واحد النص اللي هو ماشي نص عادي، نص يؤطر المغاربة في أسرهم في علاقتهم اليومية، وبالتالي فهناك مرتكزات اللي هي أساسية في مجال الاجتهاد. ومن بين هذه المرتكزات أننا في المغرب اليوم الحمد لله المرجعية الإسلامية هي مرجعية الأمة المغربية، المرجعية الإسلامية مرجعية الأمة المغربية، مرجعية الدولة المغربية. وبالتالي ملي كنقولوا المرجعية الإسلامية فكنعرفوا ماذا تقتضيه في الاجتهاد، لابد أن يقوم بالاجتهاد أهله، ماشي أي واحد يمكن له يجتهد. يمكن أنا شي حاجة ما تعجبنيش في مدونة الأسرة، ولكن هل لي الأهلية لكي أكون أنا هو المجتهد؟ هناك آلية الاجتهاد، وفي المغرب الحمد لله كاين لجان الإفتاء، كاين مجلس علمي أعلى، بل أكثر من ذلك المنهجية السابقة كانت فيها انفتاح على باقي الاختصاصات. فإذا اليوم أي اجتهاد غادي يمس قانون الأسرة لابد أننا نحترم فيه يعني الأهلية في الاجتهاد، وأن يحترم فيه كذلك أنه اجتهاد جماعي، أقصد بذلك الانفتاح على الخبرة، وبالتالي الخبرة من مختلف المجالات. وبالتالي لا يكفي أنه تكون عندنا ملاحظات على هذا النص في جانب من الجوانب حتى لا يتم تضخيم قضية على حساب أخرى، لأن ملي كنقولوا الرجوع للخبرة ستكون عندنا خبرة اجتماعية في بعض القضايا. يمكن اليوم كاين كلام على أنه مثلا ما عنده علاقة هذاك بهذا بالنص المدونة، نقدروا مثلا كاين قضايا أخرى التي لن يتحملها، ما دخلاش في قانون الأسرة، ما عندهاش علاقة بقانون الأسرة. فإذا لابد أننا كمغاربة كفاعلين أن كل واحد يتحمل مسؤوليته من أجل فعلا أنه لا أكيد النص بعد 20 سنة مدونة الأسرة ستكون هناك ملاحظات، مطالب بالتعديل، بعض النصوص التي أسيء تطبيقها هذا وارد جدا، ولكن لابد من أن يؤطر هذا النقاش وهذه المطالب ب أولا المرجعية الإسلامية التي تحكمنا كأمة إسلامية، وأن يؤطر ب أدوات الاجتهاد اللي تكلمت عليها، وأن يؤطر أننا لا نبحث عن تموقع أطراف الأسرة في هذا القانون. إحنا ماشي بصدد واش بغينا الرجال اللي يربحوا ولا النساء اللي يربحوا، إحنا بغينا المصلحة الفضلة للأطفال والمصلحة الفضلة واستقرار هذه الوحدة الأساسية في تنمية المجتمع المغربي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.